السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله كيفيه تركيب وبرمجه ترموستات اكو. ها هي بالنسبه اللي يستعملها في الطقاسات بالنسبه للتسخين. اكو يعني ماركه كيتنصح بها، هي ماركه مزيانه. غادي نشوفوا ان شاء الله كيفيه التركيب ديالها وكيفيه البرمجه ديالها منين غنركبوها ان شاء الله. نبداو الان. اول حاجه غنبدا بها انا هي الحساس. الحساس كيتركب كما كتشوفوا هنا في رقم 5، هما عاطينك هنا الشمار 1 2 3 4 5 6. الحساس كيتركب في رقم 5 و6، ماشي مشكل الا قلبتو عادي. هما كما كتشوفوا هاد جوج ريوس هادو غيتركو في رقم 5 ورقم 6، هادو ديال الحساس. هاهو نركبوهم هنا. خمسة ستة، خمسة ستة هما حدا بعضياتهم. وانتم اخوتي كما كتشوفوا من بعد ما ركبنا هاد الحساس اللي كيقيس درجة الحرارة، ركبناه كما كتشوف تركبوها ما عندكم هنا الشيما، ركبناه في رقم 5 و6. هاهو 5 و6، خيط في 5 وخيط في 6. جبنا بريز هذا وفيه جوج خيوط، هذا باش غنديرو فيه البولة كما كتشوفو. وهذا بريز عادي ديال 220. وغادي ناخذ واحد الخيط صغير بحال هذا، بحال هذا واحد الخيط غادي تخليه ابار بحال هذا. انا ركبته ها باش نوريكم ما هو. تحتاج واحد الخيط بحال هذا. انا راه درتو هنا، الى لاحظتوا هو هذا الزرق اللي داير صغير، ها هو لتحت تركب. ها نتوما راه ان شاء الله يكون التوضيح باذن الله يكون كلشي سهل. ها نتوما انا عندكم هنا من هنا من 1 ل6. نقلبوا هذه باش تشوفوا مزيان. كما كتشوفوا انا عندي خيط بريز وعندي هذا ديال البوله، هذا فيه جوج خيوط. بالنسبه ها هما هما هاد الكحل، بالنسبه الخيط واحد هانتوما كما كتشوفوا خيط واحد جبناه، هما كيتركبوا في واحد الجوج ولكن كتكون معهم واحد الاضافه. الخيط الاول درناه في الواحد، في الواحد، وجبنا مع هذاك الخويط الزرق اللي قلنا لكم صغير درنا معاه واحد في الواحد، مع واحد ومع هذيك الطريف ديال الخيط الصغير مع واحد من دوك الخيوطه في الواحد. وجبنا الخيط الثاني، الخيط الثاني درناه في الجوج، درناه في الجوج ودبنا معاه واحد الخيط، ها هو هذا القهوي ديال البوله، واحد من خيوط البوله فيه جوج جا هو في الجوج. درنا مع ديك الخيط ديال الجوج درنا معاه خيط ديال البوله واحد. وهذا الخويط الصغير هذا اللي درناه في الواحد مع ديك البريز نقلناه بوحدو، نقلنا هذاك الثاني ديالو نقلناه رقم 3، رقم 3. اذا بقى لينا دابا البوله واحد راه درناه، درناه مع الجوج مع الخيط ديال البريز ديال الجوج، في التالي درنا واحد مع البوله. اذا بقى لينا خيط واحد البوله بوحدو، هذاك الخيط غنديرو في رقم 4 بوحدو صافي. وخمسة وستة داك كيبقى ابار ديال الحساس. نتمنى تكونوا فهمتوا الفكره. دابا ان شاء الله غادي نركبوا البوله وغادي ننتقلوا ان شاء الله للبرمجه ديال هذا الترموستا، ونوريكم ان شاء الله البرمجه ديالها كيفاش تبرمجها بالنسبه اللي بغا يديرها يستخدمها للتفقاس، للتفقاس ديال الفلوس. وهانتوما خوتي كما كتشوفوا باش نزيدو مزيد من التوضيح ديال كيفيه التركيب هاد الاسلاك، رسمنا لكم هنا واحد الشيمه هنايا باش الامر يسهل. هانتوما كما كتشوفوا هنايا في الترموستا هانتوما كاين 6 ديال، هانتوما 1 2 3 4 5 6 هاهما كيما رسمت هنا هما 6 ديال البوط.
بالنسبه للاسلاك اللي غادي نركبهم ان شاء الله، عندنا هنايا الحساس، وهذا فيه جوج ديال الخيوط، وهذا الحساس هو السلك الكحل، وعندنا البولة فيها جوج ديال الأسلاك، هاهي البولة عندنا حنا، هي هادي غادا لهنا، هي هاد جوج الأسلاك هما كيما كتشوفو، وعندنا هاد البريز حتى هو فيه جوج أسلاك كيما كتشوفو، ها هو، وعندنا واحد السلك صغير طريف غادي نشانتيو به. هو هذا اللي كتشوفوه ضاير هنا لتحت صغير، غادي تجيبو تجيبو لهنا هاد البريز، غادي تشدو واحد من الاسلاك ديالو غديروه في رقم واحد، هتجيبو هاد السلك الصغير هتجيبو واحد منه غادي تجيبوه مع الرقم واحد، غتربطوه هنا غتخشيوهم بجوج في رقم واحد، عندك هاد السلك هذا كما قلنا غتجيبوه مع رقم واحد هنا، وغتخشيو هاد الطرف الثاني في رقم ثلاثة بوحدو هنا بوحدو، وهاد الطرف هذا مع هاد السلك رقم واحد يجي معاه هنا، هيبقى هذا غادي نجيبوه في رقم جوج هنا، وغنجيبو معاه واحد السلك ديال البولة غنجيبو معاه هذا ديال الجوج، وغنخشيوهم بجوج في رقم جوج، غيبقى لينا إذن سلك واحد آخر ديال البولة بوحدو، هذا كيبقى بوحدو معزول كنديروه في رقم أربعة، كيدوز بوحدو هنايا رقم أربعة، كيبقى لينا هنا رقم خمسة وستة، هذا خاص بالحساس، كندير فيه جوج، كندير واحد في ستة، واحد في خمسة، ماشي مشكل اللي قلب لهم، وهذه هي الطريقة ديال التركيب، حاولت أنني نشرح ونبسط قدر الإمكان، نتمنى تكونوا فهمتوا الآن طريقة تركيب ترموستا آكو. أما بالنسبة للبرمجة، فأول حاجة يعني كديروها يعني كتأكدوا واش هاد الترموستا غتخدموها للتبريد أو غتخدموها يعني للتسخين في الفقاصة، فإذا أول حاجة كتضغطوا على كاينة هاد سيت هادي باش كطلع وتهبط، كتضغطوا على هاد سيت كتبقاو موافقين عليها واحد المدة، تبقى موافقين عليها تتخرج هاد اس بي، كطلق كتخرج هاد اس بي، بالنسبة لي أنا راه مبروغرامي هنا 37.80، هاد اس بي اللي أنت كدير بيها درجة الحرارة، كتريكلها لدرجة الحرارة، درجة الحرارة قصوها. كنعاود العملية حيت مشات، بقاو موافقين واخا تبان لك اس بي كتبقى موافق واحد المدة، من تظهر لك هاد اغ جي اغ او كتبقى تطلع بهادو، كتمشي لهاد سي ان اف، سي ان اف سي ان اف كتدخل على سي ان اف بالسات، كتعطينا هاد بي زيرو، هاد بي زيرو هي اللي كتحدد لك واش تخدم بالتسخين او لا، بي زيرو واش كتحدد لك واش تخدم بالتسخين او بالتبريد، كتدخل ليها، انا داير فيها واحد يعني راه الامور مريكلة، واحد صفر بالنسبة لي يخدمها للتبريد، واحد بالنسبة لي يخدمها في الفقاصة للتسخين، غنديرو واحد كنديرو سيت يعني اوكي، هي الان راه خدامة كيما كتشوفو، هي واحد النجمة لتحت حمراء، هذا كيدل على انها خدامة للتسخين، بعكس الى كانت النجمة الفوق راه كتخدم للتبريد. الان كنمشيو
كننتقل الآن هادو كاملين ما كت ما تدخلوش ليهم هاد بي وكدا وما كتخليهم. كنمشيو للسي سي صفر كما كتشوفوا فيها صفر، كنخليوها في صفر ما كنقيسوهاش، فيها صفر كنخليوها صفر. كنطلعوا لهنا سي واحد، سي واحد هي الفرق بين الدرجة اللي غادي باش تطفى لينا البولة وتشعل. انا درت فيها انتما كدير صفر 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 فاصلة تلاتة صفر، انا داير صفر فاصلة خمسة. ننتقلوا لصفر للسي جوج، السي جوج هو الماكسيموم ديال الحرارة اللي توصل ليها كما كتشوفوا انا مريقلها على 37.80 السي جوج. كنديرو سيت باش كنديرو التأكيد. كندوزو للسي تلاتة، السي تلاتة هي ادنى مستوى، كنضغطو سيت انا داير ادنى مستوى هي 37، ما يهبطش على هاد الدرجة ديال الحرارة 37 ما تهبطش عليها. كنديرو سيت هي اوكي صافي. هادو هما الريكلاجات اللي خصنا يعني نصايبوهم في هاد الترموستا، نحاولو ما نقيسوش في الريكلاجات الاخرين. وهادي هي البرمجة ديال هاد الترموستا اكو كما كتشوفوا انا راه مبرمجها. هانتوما كما كتشوفوا الخدمة ديالها. أنا دابا الآن غندخل الحساس داخل هاد الكرطونة، وهنا البولة، هاي دابا البولة راه شاعلة كما كتبان ليكم. نحاول نفتح هاد دابا هانتوما كما كتشوفوا الآن درجة الحرارة 37.6، هالبولة طفات مجرد ما وصلت 7.70 طفات البولة. هي كتطلع واحد شوية أو تاني كتنزل، هي كتنزل مجرد أنها توصل 37.2 غادي تشعل البولة. هاي شعلات، هاي دابا درجة الحرارة كتطلع شوية ممكن تبقى مستقرة بين هاد ديك ما بين ديك 0.5. الآن غادي تطفى البولة. كما كتشوفو هانتوما وهذه هي الخدمة ديالها. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وما تنساوش تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وان شاء الله رامين غادي كنصايب واحد الفقاصة هي هادي راني خدام فيها، ومن غادي ان شاء الله غادي نوريكم ان شاء الله الطريقة كيفاش ديال صنع الفقاصة والتركاب وداكشي. ونتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم، تحياتي.